بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله يعني راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات اللي درستها في السابق، عبارة عن أنسجة أخذتها من أحد النباتات. طبعا هذا النبات عبارة عن نوع من أنواع النباتات الشعرية، عبارة عن شعير، نوع من أنواع فصائل الشعير. وأنا أنصح يعني محبين دراسة الأحياء الدقيقة والمتواجدة في النباتات بدراسة النباتات النادرة يعني، ومحاولة وضعها في محاليل كي يعني تأخذ عينات من الأنسجة المتليفة كي يتم دراستها ومعرفة الطفيليات والميكروبات التي تعيش في هذه النباتات. وشفت أنواع كثيرة من البكتيريا والفطريات والطفيليات النباتية المتواجدة. أيضا توجد، ممكن تلقى أنواع الديدان المجهرية في هذه العينات. وأنا أنصح الباحثين يعني بدراسة هذا المجال، كي يعني تجد نتائج كبيرة جدا في هذا المجال. وأيضا درست الأنسجة المتواجدة من الناحية التشريحية الخلوية، درست الخلايا المتواجدة داخل هذه العينة، ودرست الطفيليات والديدان والبكتيريا والفطريات والطفيليات الأخرى وبيض الحشرات. ممكن تلقى بيض حشرات بنسب كبيرة جدا، كون الحشرات يعني ممكن تبيض على الأنسجة النباتية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.